24 لغايه خط عرض 28، يعني سايبين منطقه كبيره جدا جدا، بحيث ان احنا ومقسمين هذه البلوكات لتمن في تمن، يعني حوالي 160 كيلومتر مربع، بحيث ان احنا ندي فرصه للمستثمرين ان هم يختاروا الاماكن اللي هم عايزينها، وبالمساحات او بعدد البلوكات او القطاعات اللي هم يشوفوها مناسبه بالنسبه لهم، ومش حاطين اي ريستريكشن او اي عقبات على ان احنا او عوائق على المساحات. وفي نفس الوقت ده يعني نقدر نقول ان اجمالي المسطح اللي احنا بنتكلم عليه النهارده 56,000 كيلومتر مربع باجمالي حوالي 320 قطاع، يعني القطع الصغيره اللي هي تمن في تمن دول لما نقعد نعدهم يطلعوا حوالي 320 قطاع، وبنتكلم عن 56,000 كيلومتر مربع. طبعا في وسطهم في قطاعات طالعه بقوانين بيتشالوا، لان لو حد عنده منطقه بيشتغل فيها دلوقتي خلاص هتتشال من بديهي يعني، وبالتالي يبقى بقيت بالمنطقه اللي هنشتغل عليها وهكذا. احنا حبينا ان احنا نوسع النطاق المساحات. قبل كده كنا ايه بنحط المساحات، لو تفتكروا احنا اللي بنحدد المساحه وبنحدد المنطقه، وقد تكون هذه المنطقه غير مشجعه او ما فيهاش حاجه يرغبها المستثمر، لكن احنا المره دي اطلقناها، ودي من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي احنا عدلناها برضو، بحيث ان احنا سيبنا الاختيار للمستثمر او الشركه العالميه.